شهادت عزيزانشون و در برابر شيع الإيرانيون في الأهواز جنوب غرب البلاد قتل الهجوم المسلح الذي استهدف عرضا عسكريا أقابته القوات المسلحة لمناسبة ذكرى الحرب العراقية الإيرانية، وأودى بحياة 25 شخصا وإصابة 69 آخرين. وأعلن وزير الاستخبارات محمود علوي أن السلطات الأمنية اعتقلت عددا من المتورطين الرئيسيين في الهجوم، قائلا إنها ستصل إلى الإرهابيين واحدا تلو الآخر وستحاسبهم جميعا على أفعالهم. ونشرت مواقع إيرانية أسماء قالت إنها للمسلحين الأربعة الذين نفذوا هجوم الأهواز، كما بث تنظيم داعش تسجيلا مصورا لثلاثة رجال داخل مركبة قالوا إنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ الهجوم على العرض العسكري، وتحدث فيه رجلان باللغة العربية عن الجهاد، فيما تحدث الثالث بالفارسية قائلا إنهم سيستهدفون قوات الحرس الثوري الإيراني. الحمد لله، الله من علينا بهاي النعمة، نعمة الجهاد، والله العظيم يعني ماكو افضل من هاي النعمه، والله العظيم، والله الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، فرحانين. ووصيكم بالثبات بالثبات بالثبات، ودعونا نسال الله يتقبلنا بعدي على الله ان شاء الله، يا ابو خلصنا ريانا، وان شاء الله بعدي بهشت. هم مسلمون مو كفره، ايش فرق من جهنم جهنم باذن الله. امروز اخيم سپاهیون درک اسفل وارد کنیم. وتقع الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، وتعد مركزا لها، وهي منطقة قريبة من الحدود الإيرانية العراقية، يقتل فيها ما يزيد عن 1,300,000 نسمة، ومساحتها تزيد عن 18,000 هكتار. تعتنق المذهب الجعفري بشكل رئيسي، فضلا عن وجود سنة أو متسننين، إلى جانب وجود باختياريين، وفيها من يعتنقون المندائية أو الصابئية، ويقتنون في محافظة خوزستان أيضا عرب وولر وبختيار وفرس. تعد مدينة الأهواز واحدة من المدن الإيرانية الكبيرة يقطعها نهر كارون، لكنها من أشد المناطق حرارة في إيران، وتحوي ثروات من النفط، وتستقر فيها أهم شركات التنقيب الوطنية، كما يعاني سكانها تلوثا شديدا في الهواء وهبوب العواصف الرملية والترابية التي تعطل حياتهم بين الحين والآخر. تدرج إيران المنطقة في سجلاتها الرسمية باسم الأهواز بدلا من الأحواز المستخدم بين بعض العرب، وخصوصا الذين يدعون إلى انفصالها عن إيران وإعادة الحدود إلى ما كانت عليه قبل عام 1925. استوطنت القبائل العربية المنطقة في السنوات الأولى للفتح الإسلامي الذي قضى على الإمبراطورية الساسانية، وظل إقليم الأهواز نحو 600 عام تحت حكم الخلافة الإسلامية تابعا لولاية البصرة إلى أيام الغزو المغولي، ثم نشأت الدولة المشعشعية العربية واستمرت 288 عاما، واعترفت الدولتان الصفوية والعثمانية باستقلالها، ثم نشأت الدولة الكعبية واستمرت 200 عام وحافظت على استقلالها، إلى أن دخل شاه إيران رضا بهلوي المنطقة عسكريا عام 1925 وأصبحت تحت السيادة الإيرانية.